كنحييو جميع الفنانين اللي مشاركين معنا مثل قادر الجابوني، مثل لمياء الزايدي، مثل زكريا احمد ميمح وباقي الفنانين اخرين. وان شاء الله كنوعدكم في الدوره الثانيه تكون شي حاجه ان شاء الله زايده وزايده بزاف. وكنشكروا جميع الصحفيين المحليين والوطنيين بزاف، وشكرا. جيت سعيدة بالمشاركة ديالي في الدورة الأولى ديال قفطان البوغاز في طنجة. إن شاء الله تكون دورة متميزة ومختلفة على باقي التظاهرات القفطانية اللي كنسمعوا بهم، وكنتمنى كل شيء يدوز بخير على خير وكما كان مخطط له، والناس يخرجوا فرحانين وتكون الآراء إيجابية إن شاء الله. أكيد هذه الوصلة ربما نقول عليها أنها لوحة تشكيلية، لأنها عبارة عن مجموعة من الألوان، ألوان يمكن نعتبرها بستان طبعا لأنها كلها زهور، طبعا لا تخلو من التقليدي التركمان، لمسات سحرية يعني هنالك لباقة والأناقة ما عبارة وعندما يكون في الألوان مكان فاعلم أن المصمم من مدينة تطوان تقليدي عصري مجمع بين التاريخ والحضارة. هذه الإبداعات الجميلة شفقت على المبدعة والمصممة فاطمة الثاوري جت من مدينة تطوان. أكيد هناك اختلاف ولكن رؤية من حيث الألوان من حيث التراث مجد بين التقليدي والبلدي ولكل العرضات. سعيد جدا وفرحان كراني متواجد هنا في مدينة طنجة في فعالية الطبعة الأولى مهرجان القفطان هذا. إن شاء الله احنا جايين باش نشوفوا ليفينمو هذا ناجح، وإن شاء الله يكون عدة طبعات في هذا ليفينمو تاع القفطان. بالنسبة للمشاركة ديالي في مهرجان قفطان بوغاز في الدورة ديالو الأولى فهذا شرف كبير، ونتمنى نكون دائما عند حسن الظن.